ايوه اهو، هات الواد ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. الفائز معانا في الفيديو اللي فات هو ده. جايب لكم النهاردة جيم غريب وعجيب. طبعا الجيم ده في أوروبا، الناس يا جدعان ما بتعرفش تلعب خالص. يعني الجيم ده أول جيم أشوفه في أوروبا كده بالشكل ده، لدرجة إن أنا كنت حاسس إن أنا بلعب في سيرفر تاني. الناس ما بتعرفش تلعب خالص، لدرجة إن أنا ما بقتش عارف أفرق دي ناس ولا بوتات ولا إيه. هسيبكم على الفيديو وقولوا رأيكم في الفيديو. هل الناس اللي انا قتلتها دي كم واحد شايفين ان هو عادي وكم واحد شايفين ان هو بوت؟ طبعا هقرا كومنتات كلكم ويلا بينا. حاجة يعني حاجة تشيل الصراحة، مش حد ولا ايه؟ حد ولا ايه يا اسطى؟ استنى كده، يا نهار اسود. شوف 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 دي، شوف دي، شوف دي، هموت كنت شنيعة بسبب الهبل ده. شوف دي، شوف دي، ايه؟ خش كفاية. سلام 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 سلام. ايوه دي الشطة دي، ايوه بقى، ايوه بقى. موت يا ابن الزعيمة، بس ويلا مش هخش خسارة. حبيبي يا اسطى بتنط عشان فنشك يا اسطى، والله انت بتنزل صح. صاحبي بقى مفوت البيت ده، يا لهوي ده في ناس ورايا، في ناس جنبي. التيم كده كله عدى؟ انت لسه بوت ولا بتستعبط يا اسطى؟ لسه انت بوت ولا بتستعبط؟ انا عارف بس انا هسيبه مش هموت. ايوه دي السكادة بقى، دي السكادة بس. دي بتاعتك يا جدعان ولا ايه؟ مش عارف. انا تقريبا التيم دخل مشي عليا. تقريبا التيم اللي جنبي ده اللي هو مشي الاول خالص. ايوه لا انت محتاج سكوت، تعال. ده ايه ده؟ ايه النظام ده؟ والله الناس يا جدعان العيال ما بتعرفش تلعب ولا ايه؟ ولا دول بتهات اساسا؟ مش عارف دول لعيبه ولا بتاعك من كتر ما هم شكلهم بتاع خالص. ايوه اهو، هات الواد ده. ولا تريف صاحبك ازاي بقى؟ عدلوا بالعربيه؟ ناقص انا دلوقتي، خليك مش عارف تمسح. انا رحت صاحبك وانت لسه ما رحتش.
اسود على الهيلز. انا هتفاجئ اتشخت يا اسطى. هل اموت؟ لازم اجري طبعا. لو اقدر احلى صاحبه انت. ابن الذين ابن الذين عرمت محتاج ميرشيات محتاج سكستات ممكن اضرب صاحبه بس يكتر غامر بس هو لو وقع عادي صاحبه يا رجل انما لو وقعت خلاص شكرا مع السلامه. مكمبره ولا ايه؟ مكمبره بس صح؟ عشان بيت صغير واحد جوه واحد فوق هذا اكو انت صحيح ولا ايه شغلة؟ ده انت كم واحد شغلة ولا ايه؟ انا قاعد 50 مرة يا عم ده يا عم انا مش عايز تموت. ايه ده فلير؟ اكيد ضربينه طبعا. اه اللي في دماغي صح؟ قد ايه؟ اصحابك دول ولا ايه؟ ولا دول بتاعت؟ اصحابك دول ولا ايه يا اسطى؟ شكله موت ربنا يستر. عشر كلات جاب 10 كلات منهم بتاع 6 بتاعت ولا حاجة. اديني بقى سكوب 6 الجيم ده هيولع. الجيم ده ولعت ولعت ولعت. اجري في امي وربنا يستر. انا عربية بس محتاج عربية. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الواد ده نزل امتى؟ لسه نازل دلوقتي لسه نازل دلوقتي حالا قدامي. استغفر الله العظيم يا الهي. وايه حوار البوتات اللي بقت تنزل من السما دي بقى في ايه؟ انا شكله كده جيم بوتات. هو انا نزلت ميدل ايستر بالغلط ولا ايه؟ بس انا نازل اوروبا. لا دي اوروبا مش ميدل ايستر. بس الارضات كانت تعبانه خالص. حد شافنا لايف في اللعبة دي؟ هيخرمني. ده ما تخلص. هناخد الباقي بقى امرنا لله. ما فيش حل غير ان احنا ناخد الباقي ده. واحد صح؟ بص يا عم في جيب كله بتاعته ولا ايه فيه يا جدعان؟ ده هات جديد ده ولا ايه؟
شادر صح شادر. بعمل لك ايه تاني؟ انت عايز تغفلني انا تكسب الجيم؟ غفلني يا اسطى غفلني يا اسطى، انا اتشليت يا اسطى الله يخرب بيتكم. غفلني خلصني 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 من هذا الجيم. ناخد الطوبة. طيب ايوه في تروب هنا، طيب واحد تروب نزل الجيم. اوه اتغفل ناو بس انت فين يا اسطى؟ بص ده تطلع انجز يا جدعان، ده يا جدعان ما تطلع يا اسطى. هو انا غفلني مش انت، هو مصمم ان انا غفلني. انا مش عارف هو فين، ايه ده؟ خلاص يا زون هموت، كل احنا الاثنين هموت، احنا الاثنين اتنين اطلع. بص 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 شوف 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 يا ابن اللعيبه، ما كملت انت كل ده كله عشان تديني واحده سنايبر يعني؟ عشان تتشافل يعني قدام اصحابك؟ ها اللي هو انا جبت سنايبر يا اسطى؟ ده يا اسطى ضربنا ورا الحيطه يا اسطى، ده فين؟ انت هتموت يا اسطى؟ انت عبيط يا اسطى؟ انا هتشلك يا جدعان، الواد ده فين؟ انت بتنام برضو يعني؟ انت مصمم تنام؟ يا اخي يا اخي بقى يا اخي تعبتني، هتموت يا عم. اوبا ولا انا خربان يا شباب، احضر لنا مين من الصوره ده اصلا؟ قصدك تحضير ابن سرعة عشان نتعلم منه، انا فاهم قصدك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو حابب تشوف اللايف بتاعي هتلاقي اللينك بتاع الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، ونورتوني وشرفتوني على قناتي وقناتكم مو فاروق.